السلام عليكم، اهلا بيكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. يا ترى فكرت تتعلم انجليش او بتفكر ان انت تتعلم انجليش لكن مش عارف ازاي ابدأ او ايه هي الطريقة المفيدة النافعة لو انا استخدمتها او انا طبقتها هستفيد واتعلم اللغة الانجليزية بطريقة كويسة، وهل طريقة حفظ الكلمات مشافهة ومشاهدة الافلام هي دي الطريقة الافضل في تعلم الانجليش، ولا كتابة الكلمات عشان تكون سهلة ان انا استرجعها او سهلة ان انا احفظها؟ كل الاسئلة دي واكتر ان شاء الله هنجاوب عليها في حلقتنا النهاردة. في حلقتنا النهاردة من الخلاصة حلقة مميزة، لو انت مهتم بالموضوع الحلقة هتكون بالنسبة لك ان شاء الله مهمة جدا جدا. طب لو انت مش مهتم هتشير الحلقة لاصحابك المهتمين بالموضوع علشان يستفيدوا ويعرفوا ازاي يبدأوا يتعلموا الانجليش بالطريقة الصحيحة، وايه الكتب وايه الدورات اللي ممكن هو يلتحق بيها علشان يتعلم الانجليزي بطريقة صحيحة. وخاصة ان الانجليزي في ايامنا دلوقتي بيبقى شرط مهم في كتير من مجالات الحياة، لو انت هتقدم لوظيفة او لو انت عايز تلتحق بدورة اونلاين او عايز تتعلم برنامج على الكمبيوتر، فكل ده بيشترط ان يكون عندك ولو قدر مقبول من اللغة الانجليزية. النهاردة في حلقتنا هنستضيف ضيف عزيز وغالي، يلا بينا نتعرف على ضيفنا ونسأله الأسئلة اللي كلنا عايزين نعرف إجابتها في تخصص اللغة الإنجليزية. يلا بينا في حلقة الخلاصة النهاردة، يلا بينا. يلا بينا نجهز الورقة والقلم علشان نكتب الأسئلة ونعرف الإجابات بتاعتها ونبدأ خطوة جديدة وصفحة جديدة في تعلم اللغة الإنجليزية. يلا بينا. أهلا بكم مرة تانية، يلا بينا نرحب بضيفنا متخصص في اللغة الإنجليزية هيجاوب لنا إن شاء الله النهاردة عن الأسئلة اللي نفسكم إن شاء الله تعرفوا الإجابة عنها. في البداية نقول لك مستر هابي ولا مستر سعيد؟ أهلا أستاذ حماد. والله هو سعيد أو هابي مش هتفرق كتير، هو الاسمين الناس تعرفني بيهم يعني، فانت ممكن تقول سعيد او ممكن تقول هابي. بس انت بتفضل يقول ايه، هابي ولا سعيد؟ انا بفضل في مجال الانجليش مستر هابي يعني، لان معظم الناس تعرفني بالاسم ده. ممتاز، اهلا بيك مستر هابي، وحابين النهارده ان شاء الله كده نسالك بعض الاسئله في مجال تخصص اللغه الانجليزيه، يعني علشان نسهل على الناس ازاي ممكن يبدا تعلم اللغه الانجليزيه بشكل صحيح وبالطريقه الصحيحه. فمستعد معنا؟ طيب اول سؤال معانا، ويعني الاسئله دي ان شاء الله هي دي اسئله كتير من الناس بيسالها، فالسؤال الاول بيقول ليه اصلا اتعلم اللغه الانجليزيه؟ هو ده سؤال حد عايز يهرب يعني، مش سؤال حد عايز يتعلم، لان لو حد عايز يتعلم فهو اكيد مدرك ان اللغه الانجليزيه هي تعتبر اللغه الاكثر انتشارا او اللغه العالميه الاولى على مستوى العالم دلوقتي، من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه السفر، من ناحيه السياحه، من ناحيه الدراسه، فهي لغه العصر زي ما بيقولوا، لا غنى عنها. ف زي ما بيقولوا كده تعلم اللغه الانجليزيه الان هي ضروره حتميه يعني، ما مش هينفع ان انت تعيش حياتك من غير ما تكون بتعرف انجليش، لو مش عشان خاطرك انت، عشان مثلا انت مش هتسافر او مش عايز تشتغل في مكان مالتي ناشونال او انترناشونال، او انت مش مخطط انك تدرس في جامعه بره، فانت اولادك هيجوا لك في يوم من الايام ويقولوا لك يا بابا احنا مش فاهمين كذا، طيب اشرح لنا كذا، انا مش فاهم الدرس ده، فساعتها هتقول له ايه؟ فحتى من ضمن الاسباب المستحدثه الجديده دلوقتي ان حد يقول لك ايه، عشان اساعد ولادي، فدي حته مهمه جدا، او عشان ما يبقاش شكل وحش قدام ولادي، فدي حته برضو ما كانتش موجوده قبل كده يعني. وتلاقي معظم الناس دلوقتي يقول لك ايه، انا عايز اعوض اللي انا ما اخدتوش يعني في ولادي، انا ما اتعلمتش انجليزي كويس، الفرصه ما كانتش متاحه لينا، كنا في مدارس حكوميه ما اتعلمناش كويس، فانا عايز ابني يبقى في مدرسه انترناشونال، عايزه يتكلم انجليش وهكذا. فهي ضروره حتميه سواء ليك للسفر، للسياحه، للدراسه، للتكنولوجيا، او لاولادك عشان لما تحب تساعدهم في دراستهم او حاجه. تمام، ممتاز، يعني لازم نتعلم الانجليزي في الايام دي يعني، خاصه في هذه الايام. طيب السؤال الثاني كتير من الناس بيسالوا، بيقول لك انا عايز ابقى كويس في الانجليزي اعمل ايه؟ يعني ده سؤال دايما الناس بتساله، اي واحد عايز يبدا انجليزي يقول لك اعمل ايه علشان اكون كويس في الانجليزي. طيب هو انت يعني قبل ما تسال السؤال ده اعمل ايه عشان ابقى كويس في الانجليزي، اسال نفسك سؤال تاني،
هو انا واصل فين في الانجليزي لغايه دلوقتي؟ لان دي نقطه مهمه جدا. يعني انت فين الاول؟ ما هو الانجليزي ده درجات مستويات، فانت واصل فين دلوقتي؟ اسال نفسك الاول السؤال ده. هتقولي والله انا ما اعرفش، انا بقالي كتير ما كتبتش، بقالي كتير ما قريتش، بقالي كتير ما اتكلمتش. فاقول لك خلاص، يبقى انت عليك وعلى اختبار تحديد المستوى. اختبار تحديد المستوى في منه اختبارات بتكون الكترونيه، وفي منه اختبارات بتكون رايتنج او سبيكنج لو حد هيصحح لك يعني. لكن لو ما فيش حد هيصحح لك، ممكن تجيب اي اختبار الكتروني وتحله وتعرف مستواك. المستويات بتبدا من A1 اللي هو البيجنر المبتدئين، بعدين A2 اعلى شويه، بعدين B1 وبعدين B2 وبعدين C1 وبعدين C2. فانت قبل ما تقول عايز ابقى كويس في الانجليزي اعمل ايه، قول انت فين الاول، انت مستواك فين الاول. اعرف مستواك وبناء عليه ابدا اشتغل من اول الليفل بتاعك. يعني ما يبقاش مثلا مستواك A1 وتروح تحضر مع مجموعه B2، اكيد هتتعقد يعني وهتكره الانجليزي. فلازم الاول اختبار تحديد مستوى. لو تقدر تلاقي اختبار تحديد مستوى على الانترنت تعمله، هيديك صوره مبدئيه عن مستواك مش صوره واقعيه. او لو تروح مركز تعمل فيه اختبار تحديد مستوى حتى لو برسوم بسيطه او بفلوس بسيطه يكون افضل يعني. وبعدين تبدا بقى يعني تبدا تمشي في موضوع انك خلاص عرفت مستواك وناوي تبدا تتعلم. تمام، ممتاز. يعني زي ما بيقولوا كده في التخطيط، حدد هدفك، لكن وانت عشان توصل للهدف بتاعك لازم تعرف انت واقف فين وهتروح للهدف ده ازاي وايه الوسيله هتستخدمها علشان توصل للهدف. بالظبط. تمام، ممتاز. بالظبط. السؤال الثالث معانا بيقول: لو انا عايز اذاكر انجليزي، فهل الافضل اذاكر لوحدي ولا اخد كورس؟ هو ده الوسيله بقى. يعني دي الوسيله بقى، خلاص انا عرفت انا فين وحددت هدفي، ودلوقتي انا عايز اخد الوسيله الصحيحه اللي تخليني انطلق في اللغه الانجليزيه. طبعا في منهجين متبعين في الحته دي، حته السيلف ستادي ان انت تذاكر لوحدك، وحته ان انت تاخد كورس. كل واحده فيهم لها مميزات ولها عيوب. السيلف ستادي من مميزاتها انك انت بتوفر فلوس، ما بتدفعش رسوم لحد يعني. لكن من عيوبها ان انت ممكن ما تستمرش، ان انت ممكن ما يبقاش عندك القدره انك انت تقيم نفسك بنفسك، ان انت ممكن ما تبقاش عارف واتس نيكست، يعني ايه اللي بعد الخطوه اللي جايه دي، فتشتغل شويه وتوقف شويه وتمشي شويه وتكسل شويه الى اخره. دي من عيوبها طبعا. من مميزاتها انك بتوفر فلوس زي ما قلنا. طيب لو قلنا الكورس، الكورس من عيوبه انك بتدفع، واحيانا ممكن تسافر او تركب مواصله عشان تروح الكورس، او لو عندك في البيت فانت محتاج انترنت ومحتاج ان انت تفضي وقتك. عيوب الكورس بقى ممكن تتمثل في يا اما المنهج ما يكونش كويس قوي، يعني المنهج اللي انت هتشتغل منه مع الشخص ده المدرب ده ما يكونش كويس قوي، والحاجة التانية المدرب نفسه ممكن يكون مدرب مش فاهم، يعني بيهمبك او بيشتغل شغل اي كلام، او ما هوش واعي بفنيات التدريب، وان الشخص ده عشان يطلع من مستوى كذا لكذا لازم اشتغل معاه على ايه الى اخره. فكل واحدة لها مميزات ولها عيوب. لو عايز تذاكر لوحدك، اضمن انك انت تكون شخص مثابر هيكمل هيستمر، عارف ازاي يقيم نفسه، عنده القدرة على تقييم نفسه بنفسه. ودي بتبقى صعبة على بعض الناس ان لم يكن معظمهم يعني. ولو انت هتاخد كورس، اتأكد ان انت مع مدرب محترف فاهم هو هيعمل ايه، اسأله قبل ما تبدأ هنعمل ايه، خطتنا ايه. وفي نفس الوقت اسأل عن الكتاب اللي هتشتغل منه، هل هو مجرب ولا مش مجرب، في نتائج حققت يعني سابقا ولا لا الى اخره يعني. ممتاز. طيب، يعني ناخد من موضوع الكورس، ايه الكتب اللي ممكن يعني نستفيد بيها في مجال تعلم اللغة الانجليزية بمناسبة موضوع الكورس، وايه المجالات والمناهج اللي ممكن احنا نستخدمها يعني؟ والله هو بالنسبة لموضوع الكتب، انا دايما برشح سلسلة كتب هيدواي. السلسلة دي من اكسفورد، وسلسلة جميلة جدا. انا شخصيا اشتغلت منها كمدرب، اشتغلت منها للسنة التحضيرية، اشتغلت تدريب أفراد، تدريب شركات ومؤسسات، اشتغلت منها أونلاين. سلسلة جميلة جدا وموجودة حتى في مكتبة جرير هنا في السعودية، وموجودة على الإنترنت، هيدواي من أكسفورد. وميزة السلسلة دي إن هي بتركز على الأربع مهارات: listening, reading, writing, speaking، وبتركز كمان على الكومبوننتس أو المكونات بتاعة اللغة اللي هي الفوكابيولاري والجرامر والبرونانسيشن وموضوع السبيكينج كمان. ممتاز. طيب، عندنا سؤال تاني برضو، في ناس
بتسأل برضو السؤال ده كتير، أركز على إيه لما أجي أتعلم؟ يعني إيه الجزئية اللي أنا ممكن أركز عليه علشان أتعلم بالطريقة الصحيحة؟ والله هو السؤال ده سؤال جميل، يعني أركز عليه لما أجي أتعلم اللغة الإنجليزية. اللغة الإنجليزية لازم تتاخد كلها حتة واحدة، يعني ما ينفعش إن أنت تجزأها، ما ينفعش إن أنت تاخد حتة وتسيب حتة. بمعنى إنك أنت مثلا لو خدت الاتجاه اللي هو بيركز على تعلم إنجليزي بدون جرامر مثلا، بدون قواعد، فإذا أنت هيبقى عندك خلل في حتة التراكيب، وإن أنت مش فاهم ده اتعملت إزاي حتى لو أنت بتقولها صح. لو انت ركزت مثلا على حته، لا انا هتعلم قراءه وكتابه والورقه والقلم، واغفلت حته المحادثات او الاستماع، فانت هتعاني بعد كده لما تحتك ببيئه اجنبيه انك مش بتفهم ومش قادر تتكلم معاهم رغم ان انت قوي في الانجليزي. وبعض الطلبه كده تلاقيه جايب الدرجه النهائيه في المدرسه، ومع ذلك لما تيجي تعمل معاه كونفرسيشن ما يعرفش يتكلم معاك ولا يعرف يتجاوب معاك. فما ينفعش تاخد اللغه الانجليزيه تاخد حته وتسيب حته. افضل حاجه انك تاخد الفور سكيلز، وتاخد الفوكابولري والجرامر والبرونسيشن والكونفرسيشن، بحيث ان انت تبقى ملم بالفور سكيلز وبالفور كومبوننتس، المهارات والمكونات، لكن تركز على جانب دون جانب. ده في الاخر هيعمل عندك مشكله لما تتحط في موقف حقيقي بيقيس الانتجريتد سكيلز، المهارات الاربعه مع بعض او الكومبوننت بتاعت اللانجوج، هتحس ان انت عندك خلل في حته منهم يعني، وممكن تلاقي نفسك خلاص ساعتها مش قادر انك تستدرك الموضوع ده يعني. فركز على كل حاجه. عايزين نذكر بقى تاني ايه هما الفور سكيلز في اللغه الانجليزيه او في اي لغه يعني. الفور سكيلز اللي هو الليسننج، الاستماع، ريدنج، القراءه، رايتنج، الكتابه، وسبيكنج، التحدث. ممتاز. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول، هو انا ممكن اخد قد ايه علشان ابقى ممتاز في اللغه الانجليزيه؟ والله الاسئله بتاعتك دي انت جايبها منين يا استاذ حماده؟ يعني دي غالبا الاسئله اللي كتير من الناس بيسالها اول ما بيجي يتعلم انجليزي يعني. سؤال طبعا، فبيقول لك انا اخد، معظم الناس بتسالني نفس السؤال ده، اللي هو انا ممكن اخد قد ايه عشان ابقى بلبل مثلا في الانجليزي، او عشان ابقى فلوينت، او عشان ابقى فصيح او طليق في اللغه الانجليزيه. من وجهه نظري طبعا المحدوده، طبعا في ناس بتدرس انجليش 4 سنوات وبيطلعوا برضو مش بيرفكت، ولكن انا شايف انت كمتعلم يعني as a learner، كمتعلم انت محتاج على الاقل سنة، على الاقل سنة 12 شهر. بمعنى ان احنا سلسلة هيدواي اللي رشحتها انا من شوية عبارة عن 5 كتب او 6 كتب، اللي هو beginner, elementary, pre-intermediate, intermediate, upper intermediate, advanced، من المبتدئ للمتقدم. ال6 كتب دول ممكن كل كتاب لو انت شغال مع مدرب محترف فاهم هو بيعمل ايه، ممكن تخلص كل كتاب في 2 شهر. فاحنا عندنا 6 كتب في 2 شهر، يعني 12 شهر، يعني سنة. بشرط ان ما يكونش فيه انقطاع، بشرط ان ما يكونش فيه كسل، بشرط ان ما يكونش فيه اي هدف تاني يشغلك عن الهدف ده. فممكن في خلال سنة لو انت مثابر وشغال ومجتهد ومعاك حد وبيشجعك وماشي خطوة بخطوة، ممكن في خلال سنة تطلع من البيجينر لعلى الاقل خلينا نقول الانترميديت او الابر انترميديت، ودي حاجه يبقى انجاز تاريخي طبعا. بدليل طبعا في ناس ممكن لو قدراتها اعلى من كده ممكن خلال 6 شهور يطلع الطلعه دي، بدليل ان احنا عندنا مثلا طلاب عايز يدرس مثلا في المانيا، فعشان يروح المانيا فبيشترط عليه عشان يدخل الجامعه انه يكون مستواه B2 مثلا، فتلاقيه في 6 شهور طلع A1 A2 B1 B2 اللي هم بيخلصوا في 8 شهور او في سنه، دول هو خلصهم 6 شهور. ليه؟ لانه عنده هدف، مش هيقدر يلتحق بالجامعه دي غير لما يوصل للليفل ده. لكن احنا مشكله غياب الهدف عندنا هي اللي مخليانا نذاكر شويه ونبطل شويه، نتعلم شويه وبعدين نسكت شويه، ودي مشكله كبيره. لو ما كانش عندك هدف وحاجه تلزمك انك تتعب مش هتتعب، لان النفس جبلت على الراحه، صح كده؟ الجسد ده عايز ايه؟ عايز الانتخة وعايز الراحة وعايز يعني ان هو يعيش حياته، مش عايز حد يضغطه، مش عايز ورقة وقلم، مش عايز مذاكرة، مش عايز التزام. فلازم يكون عندك هدف ويكون عندك حاجة عايز توصل لها عشان خاطر تتحمل، من اجل الهدف ده تتحمل الصعاب. غير كده السنة دي ممكن يبقوا 10 سنين وما تتعلمش برضه. يعني بمناسبة بقى الكسل وكده، يعني لعل السؤال اللي احنا نسأله دلوقتي بمناسبة الكسل ممكن تكون جاوبت على جزء منه يعني، وهو يعني ان الواحد احيانا بيكون متحمس جدا ومقبل ان هو يتعلم، وساعات بيبقى كسلان،
فمش عارف يعني يوازنها ازاي، يعني ازاي ممكن يكون متحمس ويحافظ على الحماس ده وهو عايز يتعلم اللغة الإنجليزية. وطبعا انا في الفترة اللي فاتت مثلا جالي اكتر من متدرب في كورسات الجنرال انجليش، يعني لما كنت بدرس جنرال انجليش، وانا معاك واللي انت عايزه ومن البداية، ومش هحول فلوس ليفل واحد، انا هحول فلوس 4 ليفل، واعتبرني من ايدك دي لايدك دي، يعني حماس مفيش بعد كده، متحمس لاقصى درجة. طيب وبعدين يحضر اول حصة تاني حصة، بعدين يبدأ يغيب، يبدأ يعتذر، يبدأ ما يعملش الواجبات بتاعته، يبدأ تسأله تلاقيه مش فاهم ايه اللي حصل، الحماسة دي راحت فين، اتبخرت خلاص. فلازم اول حاجة الموضوع الموتيفيشن ده، في موتيفيشن داخلي وفي موتيفيشن خارجي. يعني الطالب اللي هو عايز يسافر ألمانيا أو الصين مثلا عشان يدرس، وقالوا له لازم يكون مستواك B1 أو B2، فده عنده إيه؟ عنده موتيفيشن إيه؟ خارجي، external. الموتيفيشن الخارجي ده بيحتم عليه وبيجبره إن هو لازم يتعلم إنجليش أو لازم يتعلم تشاينيز أو لازم يتعلم مثلا ألماني، صح كده؟ فهو غصب عنه بيتعلم، بيبقى تعبان ومشغول وعايز يخرج وعايز يتفسح ومش عارف ايه، ويقول لك لا انا لازم اخلص اللي ورايا. فده قوي، ده موتيفيشن قوي اللي هو الاكسترنال. الموتيفيشن بقى اللي هو من الداخل ده اللي هو الانترنال باور بقى، او الانترنال موتيفيشن اللي جواك ده، ممكن لو انت ما عندكش عزيمه واراده وعارف هدفك فعلا وحابب انك توصل له، ممكن يعني النهارده تبقى عايز تتعلم، تنام وتصحى لا انا مش عايز الانجليزي ده، اول عقبه تقابلك لا خلاص انا مش مكمل. فدي المشكله، لازم تراعي النقطه دي، لازم يكون عندك موتيفيشن قوي اقوى منك هو اللي يجبرك على انك تستمر. عشان كده بنقول موضوع الكورسات ممكن يكون مفيد في الجزئيه دي. بمناسبه بقى موضوع الموتيفيشن والدافعيه وكده، هل انت يعني كده يعني على كلامك ان انت ما قابلتش حد جاي يدرس انجليزي لمجرد الانجليزي؟ يعني غالبا اللي بيدرس انجليزي لازم يكون علشان وظيفة او عشان دراسة او علشان يلتحق بمجال معين بيشترط على الانجليزي، صح الكلام ده؟ والله لا، خلينا نقول ان الاكسترنال باور او الاكسترنال موتيفيشن دي بنسبة 70%، ان معظم فعلا اللي بيدور على التعلم سواء انجليش او ايلتس بيبقى عنده هدف اقوى منه، هو اللي متطلب منه ان هو يتعلم انجليش او متطلب منه ان هو يحصل على شهاده الايلتس. 30% بيبقى انترنال موتيفيشن، يعني بتلاقي الهدف من جواه هو، بمعنى يقول لك انا بسافر كتير فمحتاج اللغه، انا شغال في شركه مثلا ووضع كويس محدش بيقدر يقول لي حاجه، بس انا مش حاسس ان انا يعني على قد البوزيشن اللي انا فيه، فانا عايز اتطور. والله انا ما بشتغلش، انا ربة منزل، بس حابة اولادي لما يكلموني بالانجلش ابقى فاهمة الكلام اللي بيتقال. كلها حاجات داخلية، مش شرط، مش مجبر ان هو يتعلم انجلش. ولكن فعلا مين اللي بيستمر؟ اللي بيستمر اللي هو في الاخر اللي عنده ارادة، لان انت ممكن يكون برضو عندك حاجة external motivation، حاجة قوة خارجية وبرضو ما تكملش، وممكن يبقى الموتيفيشن نابع من جواك وتكمل. فهي في الاخر بترجع لشخصية المتعلم، يعني هو قوي، شخصيته قوية في ان هو يثابر ويتعلم، لان برضو العلم يعني طلب العلم تقيل برضو على النفس، مش بالسهولة انك تقعد مثلا ما تعملش حاجة، لا انك تقعد ما تعملش حاجة دي سهلة، لكن انك تقعد تعمل حاجة معينة وتتعب فيها وتثابر فيها وتكمل عليها وتكبرها وتبنيها، دي اللي فيها تعب. فالنفس جبلت على الراحة، محدش عايز يتعب، يعني دي المشكلة. طيب برضو في سؤال كتير من الناس بيسألوا، بيقول لك انا بتكلم انجليزي في الشغل بس مش حاسس برضو ان ده الانجليزي الصح، يعني مش ده النطق اللي هو النطق اللي بنقول عليه ده الانجليزي المظبوط، يعني فاعمل ايه علشان يعني الانجليزي بتاعي احس ان هو فعلا انجليزي انجليزي؟ والله السؤال ده فكرني باحد المتدربين كان معايا في كورس الايلتس، وكان مدير، كان مهندس يعني ومدير في شركة هنا في الرياض في السعودية، ودخل معايا كورس الايلتس، فلما جيت اعمل له اختبار سبيكينج اديته 5 من 9، سكور باند 5، فطبعا انصدم، يعني ازاي يا مستر، ده انا بتكلم انجليزي ليل ونهار وبقالي 7 سنين في الشغل معايا اجانب وانا البيج بوس، وازاي 5؟ فوضحت له الفرق بقى
وده الفرق اللي انا عايز كل اللي بيشاهدونا دلوقتي يعرفوه، ان يا جماعه في فرق بين الانجليش كفلوينسي ككوميونيكيشن، والفرق بين الانجليش بتاع الاختبارات اللي هو بيركز اكتر على الاكيورسي. ايه الفرق بين الفلوينسي والاكيورسي؟ الفلوينسي اللي هي الطلاقه، الاكيورسي اللي هي الدقه. فالمهندس ده وهو في الشغل، هل هو he speaks English for fluency ولا he speaks English for accuracy؟ أكيد speaks English for fluency، يعني إن الناس يفهموه وهو يفهمهم والمصلحة تقضى وخلاص. لكن ما حدش مثلا ماسك ورقة وقلم وعمال يقول له أنت قلت كذا ودي خلي بالك في الجرامر بتتقال كذا، أنت نطقت كذا ودي في النطق بتتنطق كذا، أنت قلت كلمة كذا وكان المفروض تقول كذا بدل كذا، في حد هيقول له كده؟ لا طبعا، لأن المجال والمقام مش مجال تصحيح، يعني لكل مقام مقال زي ما بيقولوا. فأنت لما تكون بتكلمني في بيزنس في شغل أنا أصحح لك لانجوج ليه؟ فقلت له هي دي المشكلة يا باشمهندس، إن حضرتك في الشغل بتتكلم إنجليش فور كوميونيكيشن عشان تتواصل مع الناس، فما دام هم فاهمينك وأنت فاهمهم خلاص. لكن في الآيلتس مش عشان كده، في الآيلتس بيقيس الفلوينسي دي عليها ربع الدرجة، الثلاث أرباع التانيين ربع على الفوكابيلاري وربع على الجرامر وربع على البرونسيشن، كلمات وقواعد وايه ونطق. فقلت له شوف الموضوع عامل ازاي، في حين ان دول في الشغل محدش بيسالك عنهم. فانت دايما ما تحاولش انك ايه تعتمد انك بتتكلم انجلش في الشغل، لان انت بتتكلم انجلش في الشغل انت بتتكلم فور كوميونيكيشن فور فلوينسي، لكن لما تيجي تحط في اختبار هتلاقيهم بيقيسوا حاجات تانية خالص اللي هي الفوكابولري والجرامر والبرونسيشن. تمام، زي كده لما حد يقول لك ايه انا عايش في امريكا بقالي 10 سنين وعمر ما حد صحح لي نطق ولا صحح لي حاجه زيكم انتوا يا مصريين ومش عارف ايه، اقول لك لكل مقام مقال. انت في امريكا الناس عايزه تفهمك وتفهمها كوميونيكيشن، فما حدش هيصحح لك. لكن لو اتحطيت في كلاس روم مثلا او في موقف فيه تصحيح هيصححوا لك اكيد، مش هيجاملوك يعني. فهي دي بس الفكره، خليكم فاكرينها speaking English for communication fluency بس، ولا speaking English for accuracy اللي هو بتاع الاختبارات والجامعات والدراسه. يعني لو حد بيقدم مثلا بحث لرسالة ماجستير، هل مقبول ان يكون في اخطاء كتابية في مقدمة البحث مثلا، ولا البحث هيترفض؟ هيترفض. بس هي دي الفكرة بالظبط، الدكتور مش هيقول لك او المشرف على الرسالة مش هيقول لك والله ده انت كاتب كلام حلو والفكرة وصلت خلاص، لا هيقول لك روح ايه شوف الكلام اللي انت كاتبه ده كلام مش مظبوط. فهي دي الفكرة بالظبط. على فكرة بمناسبة النقطة دي، انا فعلا لما كنت بدرس طلاب ناطقين بغير العربية اللي هم الأجانب يعني، فكنا بنقابل طلاب بريطانيين وطلاب أمريكان، فكان فعلا كنت بلاحظ إن الطالب لما كان يجي يكتب كان بيجي يكتب الكلام باللغة الإنجليزية كان بيغلط فيه، يعني بيكتب الكلام بالخطأ بالرغم إن هو يعني أصله بريطاني وأصله أمريكي، لكن في الكتابة كان كنت بلاحظ فعلا لما كنا نيجي نكتب كلمة معينة نختلف فيها، فكان يجي يكتبها في الديكشنري على الكمبيوتر فكان يحط له خط إن في خطأ في الكلمة، فكنت أنا استغرب من الموضوع ده. فدلوقتي أنا فهمت ليه إيه الفرق يعني بين إن هو فعلا الكلام شيء وإن أنا أختبر عشان الدقة اللغوية دي شيء تاني. هو عموما يعني في قاعدة بتقول إن إحنا كنون نيتيف سبيكرز أوف إنجلش عندنا مشكله في البرونسيشن، النيتيف سبيكرز اوف انجلش عندهم مشكله في السبيلنج في الهجاء بتاع الكلمات. انا لما كنت في الصين كان معايا واحد بريطاني كان بيشرح حصه وحاول يكتب كلمه ميديسن 3 مرات، فبقى يكتب ايه ام اي دي اي يمسح ام اي دي يمسح لغايه انا ما طلعت كتبتها له ام اي دي اي سي اي ان اي، خلاص احنا حافظينها كده ام اي دي اي سي اي اي ان اي يبقى اي اي وفي النص اي اي. فاحنا شطار في السبيلنج بحكم طبعا احنا دراستنا كلها كانت يعني لو ما رحتش حافظ هيتضحك المدرس، لكن هم ما عندهمش مشكله يعني مثلا ما بيتعلموش جرامر مخصوص، ما بيتعلموش نطق مخصوص، ما بيتعلموش سبيلنج مخصوص، لان هم الحاجات دي بالنسبه لهم تعتبر شبه بديهيه، يعني هم بيتعلموا الكونتنت اللانجوج بشكل اوسع مننا بكتير، فتلاقي عندهم مشكله في السبيلنج واحنا عندنا مشكله في البرونسيشن. تمام، دي بقى يعني خدنا للنقطة اللي بعد كده، ازاي ممكن احسن النطق والكتابة؟ ده كتير من الناس بيسأل السؤال ده يعني. والله هو موضوع النطق بالنسبة لغير المتخصصين، طبعا بالنسبة للمتخصصين في طرق كتيرة جدا، ولكن بالنسبة لغير المتخصص ابسط حاجة خالص انك تسمع وتقول مع اللي بتسمعه وبعدين تقول لوحدك،
دي بيسموها الشادوينج تكنيك. يعني فور اكزامبل خلينا نسهل لك الموضوع، هجيب جمله مثلا يعني I have to go I have to go، اسمع الجمله دي مثلا 3 4 مرات I have to go I have to go I have to go، اللي هي I have to go، ماشي؟ وبعدين وهو يقولها حاول تقولها معاه 3 مرات برضه، يعني هو بيقول I have to go I have to go، انت تقول معاه I have to go I have to go I have to go، تعمل شادوينج تمشي معاه. بعد الثلاث مرات اللي انت سمعتهم والثلاث مرات اللي انت قلت معاه، تبدا توقف الصوت بتاع الشخص ده وتبدا تقولها لوحدك وتسجلها I have to go I have to go I have to go، وبعدين تقارن اللي انت قلته الاخير المنتج بتاعك الاخير ده بالاوريجينال I have to go I have to go. اه لا والله ده زي وعد، اهو يبقى انا كده بقيت اتحسن، بدات اتحسن. فدي طريقه اسمها الشادوينج تكنيك، بتنفع جدا في تحسين النطق للناس اللي هم مش متخصصين من غير دراسه ومن غير وجع قلب بقى في الايه في الـ في الـ في التعمق في الصوتيات. يعني بالنسبه للكتابه، امبارح كنت بقرا مقال عن هاو تو امبروف يور ريتن لانجويج، فكانوا كاتبين 5 نصائح. النصيحه الاولى قال لك امبروف يور فوكابولري، يعني لازم يكون عندك مخزون كلمات كبير جدا عشان خاطر تقدر تعبر عن نفسك لما تيجي تكتب. يبقى اول حاجه ايه؟ يكون عندك فوكابولري، كلمات كتيره. تاني حاجه قال لك امبروف يور سبيلنج، سبيلنج اللي هو الهجاء، لان انت ممكن تغير حرف في كلمه تغير المعنى، فبالتالي اللي بيقرا ما يفهمش اللي انت بتقول ايه. كلمه تشيب يعني رخيص، لو غيرت السي اللي في الاول خليتها اس هتبقى شيب يعني خروف، فالخروف هيبقى رخيص والرخيص هيبقى خروف، فدي مشكله. يبقى امبروف يور فوكابولري، امبروف يور سبيلنج. ثالث نصيحه ودي مهمه جدا، قال لك اقرا اقرا عشان تشوف الكلمات بتستخدم ازاي وتاكد على السبيلنج في السياق. يبقى read a lot، اقرا كتير. If you wanna be a good writer you should be a good reader، لو عايز تبقى كاتب قوي لازم تبقى قارئ جيد. رقم 4 خاصة بالجرامر، improve your grammar، لازم تعرف الستراكشرز بتتكتب ازاي. وخامس حاجة خالص اللي هي ابدأ، اللي هي بيقولوا ايه كانوا كاتبينها على الموقع المقال اللي انا قريته just do it، بمعنى ان الكتابة دي اتقل حاجة على الشخص في تعلم اللغة. لما تيجي مثلا تدي listening task تلاقي الطلبة بيعملوها، تدي مثلا speaking task تلاقيهم بيتكلموا، الريدنج والرايتنج اتقل حاجه على الطلاب، تقول له اقرا تلاقيه تقيل، تقول له اكتب لي موضوع كذا تلاقيه ما كتبش. فقال لك عشان تقتحم العقبه دي just do it، اقعد قدام الكمبيوتر بتاعك وابدا اكتب، هات ورقه وقلم وابدا اكتب. بس دول 5 خطوات لتحسين الايه؟ لتحسين الكتابه، وقلنا قبلها الشادوينج تكنيك لتحسين النطق. ممتاز. عشان كده بيقولوا في تعلم اي لغه تبدا بالايه؟ بالليسننج اللي هو الاستماع، وبعد كده تستمع جيد، اتحدث جيد سبيكنج، وبعد كده ريدنج، وبعد كده رايتنج، صح الكلام؟ بالظبط. If you wanna be a good speaker you should be a good listener first. If you wanna be a good writer you should be a good reader first. ممتاز. طيب انا ممكن انسى بعد ما ذاكر 12 شهر واتعب، اعمل ايه علشان ما انساش؟ والله هو موضوع النسيان ده موضوع طبيعي، يعني مش موضوع مقلق، يعني انما سمي الانسان انسانا من النسيان، فطبيعي انك تنسى. الحل الوحيد انك تبقى دائم المراجعه، يعني دايما تعمل ايه؟ ريفيجن كده، تراجع على الكلمات، تراجع على القواعد، تقرا، تسمع، تتكلم، تكتب. فالمراجعه والبراكتس المستمر، الممارسه المستمره، ده مش هيخليك تنسى يعني، لان هو طبيعي النسيان ده شيء طبيعي جدا، اي حاجه انت هتسيبها لفتره هتنسى تفاصيلها، ولكن لما ترجع تقراها او ترجع تذاكرها او ترجع تبص عليها فهتفتكرها. فهو اهم حاجه ان انت ايه؟ تو كيب جوينج، يعني ما تسيبش الموضوع، خليك دايما زي ما بيقولوا كده ايه؟ براكتس ميكس بيرفكت، يعني فخليك دايما استمر وخلاص. يعني خليك دايما على عهد حتى ايه؟ لا ينقطع العهد يعني. طيب مستر هادي، احنا سعداء بهذا الحوار الشيق الرائع يعني. لو اخر نصيحه كده حابين ننصحها لاي حد نفسه يبدا انجليزي من الان، فايه اول نصيحه او اول نصيحتين كما ترى نقولها له عشان يبدا صح؟ والله اول نصيحه ان هو يشوف الفيديو ده تاني بالورقه والقلم ويطلع منه بشويه توصيات عمليه ويبدا في تنفيذهم. وانا طبعا مش عايز احجر على اللي هم هيكتبوه، ولكن لو انا مثلا عايز اتعلم انجليش وشفت الفيديو ده هعيده تاني بالورقه والقلم وهبدا اكتب خطوات. اول حاجه اختبار تحديد مستوى، تاني حاجه احدد اذا كنت انا هذاكر لوحدي وعندي القدره على كده ولا لا،
اذا ما كنتش هقدر اشوف مكان كويس او حد كويس بيدرس انجليش يدرسني واستمر معاه، وان انا استمر ما يجيليش احباط، ما يبقاش فيه كسل، ما يبقاش فيه فترات فيها يعني ايه انقطاع تام او كده. لا، حتى لو انت مشغول يعني ايه خلي عندك القليل من القراءة في الانجليش، او القليل من الاستماع، او القليل من التحدث او الكتابة. فاول نصيحة واخر نصيحة انصحها ان لو انت وصلت لاخر الفيديو ده عيده تاني بالورقة والقلم واكتب شوية نصايح عملية كده وابدأ في تنفيذها. ممتاز. طيب في الختام بنحب نشكرك شكر جزيل، ولو تسمح لنا ان شاء الله نحط الرابط يعني الرابط حتى الناس تتواصل معاك لو ما كانش فيه ازعاج ليك يعني، ويتسع بقى صدرك للناس اللي هم عايزين يسألوا في مجال اللغة الانجليزية. تحت امرك يا استاذ حمادة، وانا اتشرفت بيك جدا في اللقاء ده والله، ربنا يبارك فيك يا رب، وكانت فكرة فعلا جميلة، وحس ان الفيديو ان شاء الله يبقى مفيد للناس. حابب اشكر كل اللي بيشوفونا دلوقتي. قناتي على اليوتيوب اسمها Learn English with Mr. Happy، هتلاقوا عليها سلاسل كتيرة جدا وفيديوهات كتيرة جدا، ممكن تدخلوا، ممكن تتواصلوا معايا برضو لو في اي سؤال او استفسار، او تكتبوه في الكومنتس تحت الفيديو سواء بتشوفوه على اليوتيوب او على ان شاء الله في الوصف بتاع الفيديو هنحط الروابط لمن يريد ان يتواصل ان شاء الله. وبكده نكون وصلنا لنهاية الخلاصة. ما تنسوش تشيروا الحلقة لكل احبابكم واصحابكم اللي هم مهتمين بهذا الموضوع، كمان ما تنسوش ترتبوا لعمل خير ونافع خلال اليوم. في أمان الله.